مشوار صرنا نكرهه ونتجنبه قد ما هو تقيل على القلب. البديل موجود وناس كتير توجهت له اوريدي. حل مو بس للتوفير، حل صديق للبيئة كمان. أنا ما عم بحكي عن تغيير بسيط، أنا عم بحكي عن حلم أشرف على التحقق بالنسبة لكتير من الدول بالفعل. السيارات الكهربائية ثورة عم تشق طريقة ويمكن تختزل شيء اسمه سيارات تقليدية. من المتوقع أنه يتم بيع 150 ألف سيارة كهربائية بس هالسنة، ودول عديدة طموحها الأكبر هو حظر شيء اسمه سيارات تقليدية بعد 8 سنين من هلأ. ألمانيا، هولندا، اليونان وغيرها من الدول شايفة هذا الحلم عام 2030، والرئيس الأمريكي بيطمح لنفس الشيء بحلول عام 2035. المستقبل هو للسيارات الكهربائية، ما في شك بالموضوع، وفي طلب هائل على هالثورة المجنونة. بس المفاجأة إنه في عائق واضح مثل عين الشمس، ما حدا بيعرف إذا الدول عم تتقصد التغاضي عنه، وهالعائق موجود بالمكون الأغلى والأهم بالسيارات الكهربائية، بطاريات السيارات الكهربائية. بدأ استخدام بطاريات الليثيوم أيون بالتسعينات ببعض الهواتف المحمولة، ومع مرور الوقت وانخفاض سعرها انتشرت بكل مكان لحتى وصلت اليوم للسيارات الكهربائية. واليوم الليثيوم هو العنصر الأساسي المستخدم بصناعة هالبطاريات اللي هي معروفة بوزنها الخفيف وقدرتها الكبيرة على تخزين الطاقة. وبدون الليثيوم حلم السيارات الكهربائية شبه ملغي. والليثيوم هو عنصر أبيض فضي لين وخفيف ومن الفلزات الأقل كثافة بين العناصر الكيميائية الصلبة. ومع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية رح يتضاعف الطلب على هالعنصر حوالي 40 مرة عن اليوم بحلول 2030. هالعنصر متوفر بس مهمة استخراجه صعبة، يعني أنا عم بحكي عن أكثر من 14 مليون طن من احتياطات الليثيوم المعروفة بمناجم حول العالم. بس شو فايدة هالكمية إذا مهمة الاستخراج صعبة ويمكن تستغرق سنوات وما توفي الطلب؟ وبالفعل كمية الليثيوم اللي بينتجها العالم بشكل دوري محدودة. حسب مجلة فورتشن المعنية بقضايا المال والأعمال، فينا نبني مصنع لإنتاج البطاريات بسنتين بس، أما بناء منجم بشكله المعتاد لاستخراج الليثيوم يمكن يتطلب سنوات كتير. النتيجة أنه في شركات بدأت بالفعل تحط خطط لرفع أسعار سياراتها الكهربائية ومع ارتفاع سعر الليثيوم، من ضمنها شركة تسلا. ومع التحول التدريجي للسيارات الكهربائية العالم رح يخلص من مشكلة غلاء البنزين ويواجه مشكلة تانية، غلاء السيارات بسبب الليثيوم، يعني يمكن ما نستفيد شيء من ناحية التوفير. وهلأ بعد يلي حكيت لكم اياه، هل برأيكم ثورة السيارات الكهربائية رح تكسح السيارات التقليدية من السوق؟